بعض البلدان الشقيقة مثلا التي تصدر النفط والبترول إمكانيتها في التنويع الاقتصادي محدودة للغاية إذا ما حاولت أنها تخرج عن هذا القطاع، وما ذلك هي تجتهد أنها تزيد الاستثمارات ذات العائد العالي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بجودة الاستثمارات في الداخل والخارج، بالاهتمام بالسياحة، بالاهتمام بقطاع الخدمات. لكن ما تقدرش تقول مثلا هكون دولة ذات قطاع زراعي متقدم، ما عندهاش مثلا موارد مياه، ما عندهاش السوق الكبيرة اللي فيها أكثر من 105 مليون من المواطنين بشرائح داخلية مختلفة، ما عندهاش الإمكانية اللي اتعملت الآن في التنويع في مجالات البنية الأساسية التي حسنت فرصك لدمج الأسواق في الداخل وأيضا استفادة منها في التصدير والاستثمار. الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية للغاية، تتجاوز العقبات المؤقتة اللي المفروض تنتهي ببرامج مع الصندوق بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية لزيادة التدفقات. استمعنا إلى احتمالات لوجود تدفق مالي مع شركاء للتنمية، هذا كله اعتبرها من الشروط الضرورية، لكن الشروط الكافية هو الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية، ومعهم جميعا الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، وأيضا الاستعداد، خاصة أن مصر عملت استضافة يشهد لها إلى الآن في قمة المناخ العام الماضي في شرم الشيخ، أن في استثمارات واعدة للغاية في تغيرات المناخ و الاقتصاد الأخضر، ومصر عندها إمكانات كبيرة في هذا المجال. وتابعنا منذ أيام اجتماع مهم قام به سيادة الرئيس مع الوزراء المعنيين ودولة رئيس الوزراء بالنسبة للهيدروجين الأخضر، وشاهدنا وأنا كنت موجود على مدار الفترة في دبي في قمتها الناجحة والموفقة، إن ما بدأته مصر من عمل في شرم الشيخ خاصة في مجالات الاستثمار في التكيف مع تغيرات المناخ، في مجالات التمويل، النشاط الزراعي، الغذاء، تمتين البنية الأساسية وقطاعاتها، أتصور دي كلها مجالات مهمة جدا للاستثمار في المستقبل. فحلك استثمار 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 في البشر بالرعاية الصحية والتعليم، في البنية الأساسية بما في ذلك البنية الأساسية التكنولوجية المتقدمة اللي الناس كلها بتتكلم عليها، واستثمار في كل ما يرتبط بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.